هذا الموضوع نتابعه مع الخبير القانوني محمد جمعة. أستاذ محمد، مرحبا بك. قصة الفساد في العراق ذا فصول طويلة، آخرها ربما هروب وزيرين أسبقين. قوانين مكافحة الفساد المرعية وقوانين الرقابة، هل هي كافية لمحاربة هذه الآفة أم بحاجة إلى تعديل أكثر؟ نعم، شكرا جزيلا. بالنسبه للتشريعات القانونيه، احنا عندنا قانون هيئه النزاهه والكسب غير المشروع، وعندنا قانون العقوبات. هذه القانونين يتعاملان مع حالات الفساد الاداري الموجوده ومنتشره في العراق. انا اعتقد انه مشكلتنا الرئيسيه هي مو مشكله قوانين، يعني اعتقد مشكلتنا الرئيسيه مشكله اراده. يجب ان تكون لدينا اراده واضحه لمكافحة الفساد، إضافة أعطاء صلاحيات أوسع لهيئة النزاهة، وأن تكون لهيئة النزاهة قوات مرتبطة بها. يعني هذه القوات هي تتولى عمليات الاعتقال وغيرها وتنفيذ أوامر القبض. تكون هذه القوات مرتبطة بهيئة النزاهة حتى يكون لديها استقلالية. أما من ناحية التشريعات القانونية، أنا أعتقد مشكلتنا الرئيسية هي يجب أن يكون لدينا هنالك إرادة سياسية واضحة لمكافحة الفساد بدرجاته العليا، وبهذه الإرادة السياسية ستتمكن من مكافحة الفساد. قد تكون الإرادة متوفرة داخليا، لكن الإشكال اليوم يا أستاذ محمد هي باسترداد المطلوبين ممن هم خارج حدود العراق في دول أخرى، أموالهم في مصارف هذه الدول. إلى ما يحتاج العراق أكثر في استرداد المطلوبين ممن هم خارج البلاد واستعادة الأموال المهربة إذا لم تكن هناك إرادة للدول التي تحتضن هؤلاء؟ هذا يحتاج لعمل. احنا في هيئه النزاهه عندنا مديريه الاسترداد في هيئه النزاهه. اضافه اكو اتفاقيه الامم المتحده مكافحه الفساد 2003، العراق من ضمن هذه الاتفاقيه، اضافه تقريبا اغلب الدول الاعضاء الامم المتحده منضمين لهذه الاتفاقيه. احنا نحتاج مع الدول اللي موجودين بها هؤلاء المتهمين نفعل هذه الاتفاقيه، اتفاقيه الامم المتحده مكافحه الفساد. هذه الاتفاقيه تمكننا من استرداد الاموال واسترداد المتهمين. يعني هاي اتفاقية واضحة وموجودة. إضافة أكو مادة قانونية في هذه الاتفاقية، الدول اللي وقعت الاتفاقية هي ملزمة بتنفيذ الاتفاقية. أكو مادة قانونية تنص على التعاون الدولي في إيش؟ في التحقيقات المشتركة. ينبغي على العراق، السلطات القضائية إضافة وزارة الخارجية، تفعيل هذه المادة مع الدول التي يوجد فيها هؤلاء المتهمين وتوجد فيها أموال العراق المسروقة هناك. ينبغي أن نتعاون مع هذه الدول عن طريق وزارة الخارجية ومجلس القضاء في إجراء تحقيقات مشتركة معهم حول هؤلاء المتهمين، لأن احنا عندنا اتفاقية دولية واضحة تضمن الإجراءات في استرداد الأموال واسترداد المتهمين، لكن نحتاج ايش؟ نحتاج إلى علاقات ثنائية واتفاقيات ثنائية مع هذه الدول من أجل تفعيل هذه الاتفاقية واسترداد أموالنا واسترداد المتهمين. ينبغي ان يكون هنالك عمل، يعني تعاون، يعني مو بس هيئه النزاهه وحده، نحتاج تعاون وزاره الخارجيه، هيئه النزاهه، مجلس القضاء الاعلى، يتعاونون فيما بينهم في تفعيل هذه الاتفاقيات ومع الدول الموجود بها المتهمين، وتفعيل هذه الاتفاقيه المتحده 2003 تفعيلها مع هذه الدول حتى يتمكن من استرداد المتهمين. فينبغي يكون هنالك عمل من هؤلاء الاطراف الخارجيه، مجلس القضاء وهيئه النزاهه، مجلس الاسترداد، من أجل تفعيل هذه الاتفاقيات.